زكريا، مرحبا بك معنا على قناة أنفاس. الله يكبر بك حبيبي، مرحبا. زكريا، الجديد ديالك مع شيماء شاحيط كيف تحتاج؟ جالك شي ديال الله كله، فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ تلاقينا، خدمنا اغنيه ضاحكين، صورنا كليب ضاحكين، لحنا داكشي الحمد لله، لقى واحد الصدى اللي هو زوين، ونتمنى لها التوفيق في المسيره الفنيه ديالها. كنعرفوا عندك عشق الماطر، شنو اللي كتفضل اكثر، الراب ولا الماطر؟ كل واحد في بلاصتو، مي بحال تقريبا كل واحد وفهمتيني، ما جوج حوايج ما تقدرش تقارن بيناتهم. شنو تقدر تخلى عليه، الراب ولا الماطر؟ قدر تخلى على الماطر. مؤخرا سمعنا تشفر لك موطو من قدام باب الدار، ما بقيناش عرفنا المستجدات ديال القضيه. صافي تشفر راه تشفر، ما بقيتيش غادي تلقاه كاع، ما عرفناش واش تشفر داكشي تلقائي ولا ما ولا مخدوم الفيلم. المهم مبغيتش نتعمق في داكشي فوسكو، غادي نضيع فيها الوقت. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ بالنسبه للراب في المغرب، كي كتبان لك ليفوليوسيون تاع بديتي من الاول 2014 2013 ياك هادشي 2016 كيفاش كيبان لك الراب ولا البنج 2021؟ حنا غاديين كنحاولوا ما امكن نطوروا المستوى ديالنا، وكنحاولوا ما امكن نعطيو داكشي اللي غنقدروا نعطيو، حيت غيجي واحد الوقت غنساليو حنا وغيبداو دراري اخرين يحكموا حتى هما، والله يسهل على الجامعة هادشي اللي كاين. خويا زكريا، واش غنشوفوا شي جديد قريب فيه كلاشات شي راب قاصح ان شاء الله؟ مورا رمضان، مورا رمضان اكزاكتومون، جايين بزاف ديال البروجيات تقريبا كاينه تفدفيد كل 15 يوم كليب. ولا عندك شي رواب في جيجي؟ لا زعما باغي، لا 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 لا، كلشي غيكون ضحيه ديال الموهبه وصافي. دابا ما نشوفوش شي راب فيه مثلا اغنيه كدوي على المجتمع الحراقه. بيان سور كاين المواضيع الاجتماعيه اللي اكثر من الكلاش، كلاش يقدر يكون غير ديسك ولا جوج، اما المواضيع الاجتماعيه تقريبا هي اللي كتعبر على كاع داكشي كامل اللي غادي نخرجوا. كلمة بمناسبة رمضان، شنو نقول لك؟ كنتمنى رمضان مبارك سعيد لكاع أمة محمد إن شاء الله، واللي مريض الله يشافيه، واللي بيطاري الله يخدمه، واللي عنده شي مشكل الله يفكوا ليه، وكنتمناو السعادة وزعما راحة البال لكاع الناس، والله يسخر الأمور للجميع، هادشي اللي كنتمناو. شكرا بزاف، مرحبا خويا.